تقييمك للعملية السياسية الجارية الآن بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير؟ هي العملية السياسية تعدد قوى الحرية والتغيير، أصبحت هناك أطراف كثر مشاركين فيها، وهي تبنى أثاثاً على مسودة مشروع نقابة المحامين، اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. أطراف مثل الاتحاد الديمقراطي الأصلي، مثل المؤتمر الشعبي، مثل أنصار السنة، ومجموعات من الإدارات الأهلية حسب معلوماتنا. كل هذا الطيف الواسع لا يألو جهدا في أنه يصل لمخرج من النفق المظلم اللي فيه والسودان ويستعيد المسار الديمقراطي. في ظل رفض الشارع لأي تسوية مع المكون العسكري، كيف سينجح الاتفاق يتم التوصل له بين الطرفين؟ المعادلة واضحة، الشارع كان دائما بيرفع شعار العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات، الشعار المعروف. فإذا تراجع المكون العسكري إلى مجلس للأمن والدفاع وخرج من المشهد السياسي تعهدات 4 يوليو التي قدمها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بخروج الجيش من السياسة، إذا صدقت هذه التعهدات وخرج الجيش من السياسة وأصبح هناك رئيس وزراء تكنوقراط، ليست هناك حاضنة سياسية مثل ما كان في الاتفاق الوثيقة الدستورية، بل وثيقة دستورية يتوافق عليها الفاعلين في المشهد السياسي وصولا إلى انتخابات، والأهم من كده إنغاز الوضع الاقتصادي الماسي أمامنا. هل ما طرح من بنود في الإعلان الدستوري لتسيرية المحامين الذي سيحكم المتبقي من الفترة الانتقالية سيحقق مطالب الشارع فعلا؟ أنا أعتقد أنه بإخراج الجيش من العملية السياسية، وده أعلن في 4 يوليو تاني بأكد، بيحقق مطالب الشارع، إضافة إلى أنه الشارع بصورة عامة في ظل الأزمات اللي بيعاني منها، تفلتات أمنية بصورة واسعة، أصبح لا يصبح يوم إلا وبتسمع أنه في صراعات وفي قتلى في مناطق، وضع اقتصادي مزري بدرجة كبيرة. أنا الآن وداخل الاستوديو بيتصلوا علي مجموعة من تجار منطقة المتمة وهم في إضراب وواقفين قدام ديوان الضرائب، لأول مرة في تاريخ السودان أسواق كاملة تغلق. كل هذا ربما إذا حصل عملية سياسية تعيد المسار الديمقراطي مرة أخرى، تعيد المسار الانتقال المدني، ربما يستجيب لنداء الشارع.